اكثر المميزات اللي حصلت عليها بعد تشجيع مانشستر سيتي هي ان انا ممكن اتفرج على ماتش مانشستر سيتي واجي سايب الماتش في نصه وارجع قبل نهايه الماتش بدقيقتين الاقي نفس اللي كان بيحصل هو بالظبط. يعني مثلا انت ممكن تتفرج على اول 10 دقايق في ماتش سيتي وبرنتفورد وبعد كده تنام، تصحى في الدقيقه 80 هتلاقي النتيجه بس اتغيرت ونفس الكوره في نفس المكان اللي انت نمت فيه، هتلاقي الكرة في رجل ستونز وسيتي بيحاول يبني هجمة، فالدنيا بالنسبة لك هتكون متاحة انك ممكن تقلب تتفرج على ماتش تاني، وده اللي انا عملته بالظبط النهاردة بعد ما سيتي مسجل هدف التاني لكيفن دي بروين. قلت اشوف توتنهام وتسبير عامل ايه. السيتي خلاص الماتش، رحيم ستيرلينج خد ضربة جزاء والفرقة مش عارفة ان هي هتوصل لمرمى برينتفورد، رياض سجل، دخلنا الجيم، برينتفورد فرقة غلبانة مش هتعرف تفتح جيم قدامنا، فكان مطالب ان احنا نسجل هدف التاني، حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نسجل هدف التاني لحد ما حارس المرمى الله يستره بص الكرة لرحيم ستيرلينج، بس رحيم قال له يا ابني انا باخد ضربات جزاء ما بسجلش جوان. لا رحيم ضيع، جات لكيفن دي بروين سجل هدف تاني، خلصنا الماتش. الحاجة الوحيدة الفنية اللي احنا كنا عاملينها النهاردة هي ان امريك لابورتا كان باك شمال. امريك لابورتا كان باك شمال وجو كانسيلو كان باك يمين. خلاص هنرجع نرخم على كايو كارتيه، بصراحه هو يستاهل كل الرخامه اللي بتحصل معاه. نص الملعب كان موجود رودري وكان كيفن وكان برناردو سيلفا. برناردو كالعاده ماتش طالع ماتش نازل، ماتش طالع قوي ماتش نازل قوي، برناردو سيلفا خلاص تعودنا عليه ان هو يبقى نفس الوضع. اما فيل فودن فكره ان هو يلعب سترايكر او مهاجم وهمي مش ماشيه معاه خالص، هو الراجل بيحب يلعب هاف شمال، بس المشكله ان رحيم كاكا بدا يرجع مستوى. فاحنا دلوقتي هنظلم فيه الفودن وجاكي نزل الشوط الثاني وراح كاجاندوجان نزل مكان رياض محرز وخلصنا الماتش على خير. ماتش توتنهام وتسبير بقى هو اللي كان واحد من اجمل ماتشات النهارده في الجوله، بصراحه الماتش كان جميل جدا جدا. انا من الناس اللي اول ما قلبت لقيت ان سون سجل الهدف الثاني لتوتنهام وتسبير، ما قعدتش ادور على عمله ايه ولا سووه، قعدت استمتع قدام ال 20 دقيقه اللي قعدت اتفرج عليها، قعدت اقول توتنهام هيوصل لنقطه 39 توتنهام هيعمل هيسوي لبس التعادل، قلت مفيش اي مشكله هيوصل لنقطه 37 عادي مفيش اي مشكله، لبسوا الهدف الثالث. واضح ان انا نحس بقى لحد ما لقيت كده ان خلاص واضح ان توتنهام بيعاني، واضح ان فرصه كنت هتضيع، واضح ان الدنيا راحت خالص بالنسبه لتوتنهام، لحد ما لقيت ان توتنهام سجل الهدف الثالث عن طريق ستيفن بيرجوين. الله اكبر عليك، حلو التعادل يا عم الحاج، بس للاسف طلع راجع مهور لقدام، طلع اوف سايد. ويا حرام، الله حرام. الصراحة الماتش جميل جدا، تلت ساعة جميلة جدا جدا جدا. اتفرجت على تلت ساعة في ماتش توتنهام وتسبير وساوثهامبتون أفضل بكتير قوي من ال 70 دقيقة اللي أنا قاعد أتفرج عليها في ماتش مانشستر سيتي وبرنتفورد. كنت متوقع السيناريو بتاع مانشستر سيتي وبرنتفورد بس ما كنتش متوقع الجمال والدلال اللي أنا شفته في ماتش ساوثهامبتون وتوتنهام، وبصراحة أنا قلبت في التوقيت الصح. دقيقة 69 بعد كده مسجل الهدف التاني. رحت قالب على طول قلت الماتش ده خلاص نام مننا ولو قعدت جنبه هنام انا منه. فرحت ماتش توتنهام، مع الاسف توتنهام اتغلب. كان نفسي توتنهام يكسب، كان نفسي توتنهام يوصل للمركز الخامس علشان خاطر توتنهام بقى له ماتشين متاجلين، لو كسبهم هيوصل توب فور مستريح. بس برضه لسه دلوقتي برضه موجود في الجيم، بس ان شاء الله باذن الله هاري كين نخلص من حته التجديد وهيجدد ولا لا، هيمشي ولا لا، وهينيل ايه، وان شاء الله باذن الله نحاول نرجع مستوى هاري كين اللي كان موجود عليه من سنتين ورا. سيتي بيحاول يرجع مستوى رحيم اللي كان موجود عليه من 3 سنين ورا، وتوتنهام بيحاول يرجع مستوى هاري كين اللي كان موجود عليه من 3 سنين اللي هو من سنتين، اللي هو الدنيا بالنسبه لنا ضايعه خالص والحياه مش مثاليه. مانشستر سيتي بياخد خطوه لفكره ان انت تبعد بالصداره 60 نقطه، وتوتنهام وتسبير بينزل خطوه المركز السابع يشوف القاع تحت في ايه قبل ما يحاول ان هو يطلع تاني. نتمنى توتنهام يلحق يطلع تاني، ونتمنى ان الفيديو الخفيف اللايك ده يكون عجبك، لو ما عجبكش بقى رايك واحترم يا برو.